هلا وشلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. وياكم حسين تي في ومينا. بقالي 9900000 وصلوني ل 900000. وين بقالي قد وصلت 300000؟ هو هاي بس هم وصلوا ل 300000. اوكي هاي قناتي وقناه رجلي بالوصل. قناتي وقناه مرتي بالوصل. اليوم راح اسوي لكم حبيبتي قالت دكتوره تنصحني هواي شغلات وهواي امور. هواي بنات يفوتوا لي على انستغرام انه يريدون شنو الدكتوره تقول لي ومن هاي السوالف كلها. فاني اليوم شنو راح اسوي؟ راح اسوي لكم جوله بالبيت وهم راح احكي لكم على هواي مواضيع هنا انا قالت لي اياها الدكتوره. بس انا قبل شوي كنت اسوي عشاء ففجاه جبالي انه راح ابدل واصور فيديو فجاه. عادي عادي كل شيء صغير هاي صارت. فراح احكي لكم على موضوع مهم. انتظروا كملوا الفيديو للنهايه حتى تعرفون هذا الموضوع شنو. وهسه تعالوا وياي. يا الله اسألي صوتك كل شيء ما اشوف. دا اسوي عشاء دا اسوي لي خطه مساج لان يعني الدكتور قالت لي لازم تاكلين لحم ودجاج كلش هواي واني ما احب اللحم هواي صراحه ما احب اللحم هواي. فهسه دا اسوي صاج يعني دا نوع صدر دجاج وحسين ما يريد عشاء يعني قبل شوي اكل واني راح اسوي بسلي وهذا موع الصدر. طبعا انا الصدر اذا يسوي يعني اذا اسويه هيك طوال اصابع ما اكله شوية حالات نفسية عادي. وهسه لازم اثرم بصل وطماطة واحنا نسوي صدر حتى بعدين الفه. اهم شي بالصاج الان اسوي شنو حسين؟ شنو؟ حسين شي كلش ما يحبه. مايونيز. مايونيز. اهم شي اهم شي عندي المايونيز اهم شي عندي المايونيز اهم شي. حسين شلي على صوتك. الدكتورة قالت إن أنا لازم أكل 6 وجبات باليوم. تخيلوا. سبعة. ستة. يا الله هي. الفيديو موجود أنا قلت 7 بعدين هي صححت لي. إيه. ليش 6 وجبات؟ 3 وجبات الرئيسية المفروض اللي أنا أكلها وجبتين يسموها سناك. سناك شنو؟ أكيد كلكم تعرفون سناك. سناك يعني بين الوجبات إنه أكل فواكه أكل كعكة أكل هالسوالف كلها كرزات. فأني الحمد لله والشكر الحمد لله شكر الأشياء اللي أنا دعت لكم إياها أنا ما مسويتها. الله أكبر. أنا يطلبون من عندي يعني أركب وراها يلا تأكل والله. إيه والله صحيح. تشلع قلبي يلا. ليش حسين ما يحس بمعاناتي إنه أني أول شيء ما داش بعنا من المدانة. راح أصير حامل حتى أحس بيك إلا هيك. تدروني أنا مدانة بالليل من وراء الوجع جدي أنا ما أحب أشكي. لو تستغلينها وتصورين فيديوهات ما أحسن لك بالليل. والله. تسوي مونتاج. ما أحب أشكي بس تدرون شنو؟ الوجع اللي دا يصير بيه الله يشافيك ويشافي الجميع آمين. والسبب من السبب إنه أنا قبل ما أصير حاملة هم كان عندي نقص فيتامينات هواي وعفت إنه وهملت نفسي فهسه كله رجع علي فأقوم أبكي بالليل كله أنا أبكي شو ما أدري هو أنت أنا أقول استحي من نفسي كل يوم يشوفني أبكي كل يوم يشوفني أبكي شنو هاي اوه شو احكي لكم والله ما دام الليل انام بس الصبح وحسين لازم الا تترايقين الا تترايقين ورا الدمعه بعيني الصبح مني قاعد البيض كلش مهم قلت لها البيض ايضا كلش مهم وشيء اساسي ولازم تاكلي من عنده بس مو كثره تدرون ليش مو كثره انا قلت هسه بعد ما اكل بيض بس الصبح او اقلل لان دا احس نفسي انه فخت واني بعدني 6 اشهر ونص فهذا انه يدل انه اهم شيء نعرف عندي زلال نعرف احنا بيا شهر اهم شيء 6 اشهر ونص فقلت خافي صار عندي زلال. ابو السوداء يسلم عليكم. ابو سمرة. وقول لهم عندنا بيج مال ملابس ودا نوفر وايضا دا اسهر على البيج وهيك قول لهم. وعندنا بيج مال ملابس ودا نوفر هواي ملابس رخيصة وحلوة. واني دا اسهر على البيج هواي. حتى تعرفون مو حسين يقول لكم هو دا يسهر خاف يقول. انصحيهم شنو الاكلات اللي قلت لك عليها المهمات قولي لهم لهم كل الاكلات اللي قالت السلمون اللي انا بحياتي ما ضايقت. السمك يعني. هو يعني هو بس قالت احسن واحد اذا ردتي تاكلين وتاكلي السلمون فالحمد لله اني ما حطيتها بحلقي ابد ما شاء الله ايه. كل الاشياء قالت لك عليها مسوي فيها ابد اللحوم 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 قالت سبيناغ. شي مفيد طبعا السبيناغ اي شيء اخضر اي شيء اخضر لان انا عندي فقر دم يعني كل شيء خضار مرقات خضراء فاني كل 3 ايام دا اسوي سبيناغ دولمه لا مو خضره قالت الدهون زين اللي بس النوع زين اللي هو الزبد اذا تقدرين تبدلين كل شيء بالزبد فبدلي فالحمد لله انا اصلا ما حاطه زبد بحلقي ما شاء الله انا همين وبس زيت تشوفون انا انصحكم بس اكو شو مسوي انت لا تمشون نفسها يعني انتم عليكم بي انا حاله خاصه ليش حاله خاصه انا يعني كلش لا تأذى فما تشوفوني مرات اطلع وجهي كلش تعبانه في اليوم قلت لا
خل اطلع اليوم اطلع. رحت حطيت كحله وحمره ولفيت شيلتي صار لي سنه ما لفتها من زواجة لحد هسه ما لفيت شيلتي حتى بدال زواجي ما لفتها كلهم ورا. تعرفون معلومه كل ما مينا تصور تسوي شيء بالسكينه وانا صورت انشقيتها فهسه ما راح اصور. تكمل يلا تكمل يلا راح اوقفه. هسه مثل ما تشوفون مرتي عاشت ايدش حبيبي طبعا ما من علمتني خبطه الصاج هاي ولا يمكن راح اسوي مخربطه بس ما يخالف اللي هي حماتي اللي اموت عليها هي علمتني اياها. شنو يعني حمامتي؟ حماتي حمامتش منو هاي؟ حماتي يسموها؟ حماتي منو؟ مرت اخوك شي اسمه ام علوش. ايوه ام علوش علمتني عليها الحمد لله يمكن انا اسوي خطا بس هي علمتني. خلاص اصوركم علوش اشوفكم علوش ابو علوش هسه اثناء الفيديو. هسه خلينا نشوفكم علوش. علوش عمو جاب لك كيكه. ايش عاجبك عمو؟ شكرا كيكه صدقك. لا يو فيديو هاي علوش وابوه بيبي كيكه بيبي كيكه بس العلولي لو 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 حسن رايح مستشهد. يلا ناجدي اردنا ناشد ناجدي يلا. شايفين حسين شي يسوي بيه الصبح؟ شايفين حسين شي يسوي بيه الصبح؟ سوي لي بيض وطماطه والطماطه لازم حاره. لا ما نسويها زي مو بيض وطماطه لازم كل يوم تسوي له شي مو بس البيض. تخيلوا من علي تشله انا كل يوم بيس ساعه اطلع للشغل 8 ونص وانت بيس ساعه قاعدين احكي لي. لا ما احكي كل شيء اسرار. احكي لي ليش والعليش؟ اقعد ب 11:30 مرات بيس على ليش هسه وش قاعده؟ بالوحده. اي انا مرة حامل. اي هاي خوش حجه. من صارت حامل ابتليت بلوه، شكلها اعراض الحمل، شكلها هرمونات هرمونات الحمل، شكلها مقومات الحمل. والله العظيم انا الليل كله ما دانا من الوجع. بس انا ما احب اشكي. انا دا اطلع الصبح للشغل، دا اشتغل ملابس. اللي حاب ندز له ملابس جمله يدلل. اسمعوا هذا العاطل، هذا عاطل عاطل. نعم. الو. الو اقول لك. اقول لك سيارتي جوا بس شفتها وين طابقها ولا لا نسيت؟ ما طابقها بالجراج جوا القاع هذا الثاني. يعني مو الاول الثاني؟ ايه الشايب الزمان قلت له طابقها هنا قال لا حسين يقول هناك. وهاي الثانية بالغسل جابوها له بعد؟ لا لا حضر قالوا عقب باكر. اقول لك شنو السالفة؟ مو قلت لك اجيب السيارة. وشنو يدري حسين شو سوى؟ مو سيارتي الراجل السوداء ينبغي هناك واجد. والله مصدقين لا تصدقون هذول 24 ساعة يحجون. الرانج انت من انطيتها؟ شلون؟ الرانج من انطيتها انت؟ مالتي طيتها هذا شو اسمه؟ بنغالي؟ ولا زين هسه شلون لعب؟ يلا نطلع بالودي مالتي لو بدراسه موجوده؟ ما ادري والله طيتها الجيران. حسين ادري عشان بكت بس الودي حتى تبريدها مو هالقد، تدفئتها مو هالقد، هي 2020 تطلع بسياره 20 تقول العالم علينا. اهو راح شو وقت تجيب ال 21؟ ما اطلع لحد ما نجيبها. جاموس حسين ايه هذا اللون، اريد لون صغير روزي. اثنيناتنا ما عندنا بجيبنا 20 ليرة. بس اللون طيبة. ها؟ هون عندي 10 ليرة. قلوبنا طيبة أحسن من السيارات، شو كنت تجون؟ يقول بس قلوبنا طيبة أحسن من السيارات. صدقت. ايه فديت قلبك، يلا مصطفى روح يلا عندي شغل. اقول لك هذا راح يجيب لي الران جديده اشتريتها ولا اطق عليها بيضه شلون ما استفتح خير عن العين. ومين يجيب لك بيضه؟ انا بقول لما انت فلوس شو اسمه هاي البنت اللي بعد اشتري بيض. بيض تعالوا خاطر محمد تعالوا. تعال لنا ونجي وياك. اجيكم وترجعون وياي؟ لا تجونا ولا نجيكم. يلا حروح لحسين اجيبه واجي يلا باي. تعال ركض بس تعال ركض. لا شيء ركض شيء مشتريت شو اسمه؟ سكوتر يلا تعال. هذا اللي يطير. يلا تعال طيران. لقيته يجي عرض خاص ب 9000 دولار. يلا تعال هاي 13 دولارات. يلا اركض اركض هلا. منو؟ شو تحبه؟ تعال تعال تعال.
منو؟ مصطفى الرانج وين خليتها؟ هي جايبيها صورتها. صدق؟ والعادي مالته غاسلين ومالتي لا. صدق؟ والله العظيم. ليش ما غاسلينها؟ ما روح شوف. والله فضجت حسين. على مود الاودي؟ شوف. شوف الفيديو. شوفوا نزلت الكراج. شوفوها. بس الاودي. الاودي لا مالتك غاسليها. ومالتك؟ ما غاسليها. والرانج؟ الرانج جاي هسه مبدلين دهنه. مو حضر. عندهم باجات عندهم باجات عندهم تخويف؟ اي عندهم بس شوفون شلون عايشين الدور والله العظيم ما شايف ليش بشر ليش؟ هو زايد علينا المطار ابو الشحن كنا كاروك هذا كنا حجر المطار غالي الرانج رخيص والله رانج لعبه اقول لك زين الجكسار ما وديتها لا ضعتها ليش بعدها؟ انا طمها رقم شوية طويل هالطولة صدق ترقم شو اسوي؟ ها تريد الفلوس وين؟ ها؟ الفلوس وين؟ مال شنو؟ مال هاي بعدها هن اعلانات شركات تطلع يوتيوبرين وين هذا الشخص الغريب اللي بيناتنا منه طبعا اليوم زارتنا البركه ونسوي لك عشان نكسر عينك شوف راح اذوقك اطيب صاج ماشي اكل مره ثانيه لو تحكي علينا كيف اصلا مره ثانيه لو تحكي علينا انتم انتظروا ربع ساعه 10 دقائق ما راح نروح راح تجي سجل لا قاعد انتظرهم بايو لا انا بجيت على السيارات اقول لك سجاجتي العصر مثل المخبل لا تحكي كل شيء هسه راجع مصطفى يمكم راجع السيارات شو هي السياره لا شنو غاسلي وهاي الوادي بعدين كل ما حد يقول لي هو بترابه ادري صدق مصطفى هو انه انت صرت مشهور وقناتك فيها 36000 35900 شكرا كنت ارباحك من اليوتيوب حاج حبيبي 7 دولار شلون حجي من وصلت على لوري والله حبيبي هذا وعمال اربعه تعال هاش حبيبي هاش ها متعود يعني عادي اخذه لا لا اخذ هذا لا 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 بعدني ملف صار غيرك يا وشويها هذا السلقي لازم احط مي تريد؟ لا اريد هذا الصاج انت يجيك الصافي احسن طبعا سولف منهم سولفت لكم خلصوك خلصوك يلا لا اريد اسود اريد اسود ما عندنا معونة في انبياء صدق معوني يمكم معوني يمكم هي صدق بكتو معوني شو انتم؟ غسلت عاني معونية؟ غسلت عاني؟ غسلت عاني مضروب عليك البارحة ولا اليوم؟ لا البارحة واليوم هاي رمانة هدية مني لك هم افتح حلقي لازم لو شنو هاي لا هي شنو رمانة هاي هاي رمان عراقي بس خلي اشوف مال ديالة خلي اشوفكم مصطفى ورسيم من يروحون يسوقون شي يجيبون بس باعوا هاي الطماطة هسه اذا افشخ ابيهم يموتون يروحون للنعاش ايش بيها الطماطة هاي؟ والله العظيم عبال طرش وتنقرط اي والله قوية؟ لا انا شنو يضوزني؟ من نسوي بيض وطماطة؟ طماطة واحد والقشر واحد، من واحد اللي ينعزل؟ شنو عندك حلا؟ لا مو زين لا لا عادي عادي هو شنو تقدر؟ لا لا والله حيصعد السكر وانا واقف اليوم خالف وانا اليوم بالاسبوع خالف يوم واحد؟ شنطي تريد؟ انت مو لا حبيبي انت مو يوميا تمشي جاي ما يصعد عندك السكر؟ سوالف حسين قديمة لا ما لا حبيبي راح تكملون النساتر؟ لا حبيبي حط عينك علينا؟ ها حبيبي استوت الباكه؟ يا الله يا الله يا الله هلا خصاج البديع وباكه صاج وكم خلصان نورتنا مصطفى ايش تحب تاكل؟ اكتب اكلتك كم تريدها؟ يا صندوق الوصف ايه ودزها على الفراشه تجي طماطه زيت خيار تايت بوتيته بوتيته بصل هاي شنو؟ ليش مو بصل؟ شو مكتوب اخر شيء؟ نهانة أبغى النساء ده نهانة روح اقعد هناك سجل يلا لا ما نقعد هنا ما نقعد لا روح بيتنا ناكل يا أبو مينة تريد أشوفكم الصاجاية تقول اليوم ما أعرفهم هذا ما يشوفون الصاجاية ومصطفى كان بعض شلون كيوت كيوتي ما كتاكي بس والله يجن مصطفى شلون طيبة والله كلش طيبة قول والله دعت أمي